هنا عبر هذا المكان وبالضبط عند مخرج قنوات صرف المياه بوادي دهوس تم العثور على الضحية محمد عاشور بعد 18 يوم من عملية البحث المتواصل. الحمد لله تم العثور صبيحة اليوم على الساعة 9:55 تم العثور على جثة الشهيد عاشور محمد اللي كانت بداية البحث منذ سقوطه 24 جونفي 2019 منتصف نهار إلى غاية 18 يوم البحث. شي صعيب والله، مرينا من اللي طاح لليوم بظروف ما نتمناها لحتى واحدة، يا ربي ما نتمناها لحتى واحد، لأن الظروف الفيسبوك أثر، الهضرة أثرت. الضحية محمد عاشور تم اكتشاف جثته المغطاة بالطمي وسط المياه من طرف غواصين تابعين لعناصر الحماية المدنية. كللت عمليات البحث بالنجاح، وصلنا وين لقينا الجثة تاع الشهيد محمد عاشور من طرف غطاسي الحماية المدنية، كان مردوم بالطين حوالي 2 متر في الماء، وين قاسوا حاجة هكذا مسوا حاجة شكوا باللي هو، هبطوا الغطاسين تاعنا وجبدوه الحمد لله عليك يا ربي. أنا كنت صباح كنت كونيكتي كالعادة، وإذا به نشوف خبر مباشر بث لقناة البلاد، بث مباشر بوجود ضحية بمخرج واد هوس، وغلقت تليفون جيت مباشرة إلى مصلحة حفظ الجثث لأواسي وأعزل عائلة الفقيد. حادثة وفاة الضحية محمد عاشور خلفت حزنا عميقا وسط المواطنين وبالخصوص زملائه في العمل، هذا في الوقت الذي ارتاحت فيه والدة الضحية بعد العثور على جثة ابنها. وش نقول لخوتي، نقول لهم الوداع الكازيرن، هذه الوداع عاشور محمد، وطلبوا له إن شاء الله بالرحمة وسمحوا له. واش لقيتوا اخبار يعني العثور عليه؟ انتم ما تمنيتوا انه عثروا عليه؟ انا تمنيت وليدي تجيبوه لي ندفنه، تمنيت ودعيت اليوم نط صباح ودعيت يعني، قلت يا ربي ان شاء الله وليدي اليوم يجي يدي، وكان مستجاب ربي الدعوه تاعي، وكان اخوه يعني كان رايح، قلت يا ربي ان شاء الله باش يشوف اخوه، والحمد لله نشكره يعني إن لله وإنا إليه راجعون. رحمة الله عليك يا محمد، يا من ضحيت بحياتك نصرة لضعفائي وإخلاصا لواجبك الوطني.